بهني الأسر وبهني الخريجين، وبقول لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم ديت. لا شك أن التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي، ان هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقه القويه اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. خلي بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من اسركم، وان شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حتى في الأفلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطة السيجارة في بقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطة معرفش يفكر إلا بالسيجارة ولا إيه؟ ها يا محمود، خير إيه الكلام دوت؟ لا لا لا، السيجارة والوزن. ربنا يديكم الصحة ويوفقكم ويحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.